ايه اللي خليك خدت خطوه الحجاب؟ انا ما اتحجبتش. في ده مشهد في تمثيل في فيلم. لا 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 خالص، زي الناس طلعت قالت ان انا اتحجبت وانا طلعت قلت يا جماعه انا ما اتحجبتش، الحجاب مش لعبه. ان انا اتحجب بالليل واقلعه الصبح هو مش لعبه. يعني لا برضو مش على طول، يعني على حسب مزاجي. لا انا كان شعري في الوقت اللي انا ظهرت فيه كان لسه شعري كله واقع، فكان شعري اطول حته فيه قد كده، والجناب كانت محلوقه بالموس ومعمول فيها خطوط، فانا قلت هستنى لحد اما الجناب تطول والشعر يبتدي يبقى ليه منظر كده وبعدين اظهر بيه، وفعلا فضلت ما بظهرش بيه تماما لحد اما طول، فبدات بقى ان انا اظهر بيه. بس من ايه؟ كل الاصابات اللي حصلت لي كانت حاجات من ورا الحديد، بس الحمد لله ما قللتش من حبي للحديد لحظه. يعني رغم ان انا بتصاب وبتكسح بسبب الحديد، انا يعني اصعب موقف حصل لي ان انا قعدت 6 شهور ونص بالظبط نايمه على ظهري على السرير ما اتحركش تماما. كان عندي قطع في ظهري في القطنيه، فما كنتش بتحرك من على السرير تماما 6 شهور، وبرده ما كرتش الحديد. ما جاتليش مره كده اللي انا بعمله في نفسي ده خالص، ولا مرة. ده بالعكس انا كنت بحلم باليوم اللي هقوم فيه من على السرير عشان انزل برضه اتمرن حديد. عامه في بعض الناس بتيجي تمرنيهم في الاول قالوا نزلت الاعلام ما كانش بيستغرب مثلا هتمرني ست لا، لما كانوا بيشوفوا تمريني كانوا هم اللي بيقولوا احنا عايزين دي اللي تمرنا، هي دي اللي هتعمل معانا حاجه. اصل ايه المشكله، هو ايه الازمه، انه هو ما فيش دكتوره بتعالج بيشنت راجل؟ اكيد فيه. مفيش مثلا محاسبه بتعمل حسابات لراجل؟ فيه. مفيش مثلا كل المجالات حتى التعليم مفيش معيده او مدرسه او دكتوره ست بتعلم الرجاله؟ هي مش عيب، مش عيب ان واحده تعلم واحد حاجه، ايه الازمه، ايه العيب فيها، ايه المعيب فيها؟ كل مجالاتنا كده.